يعني لو انا خلاص عرفته ديت، تمام، عرفت الاوتر جوين، لفت اوتر جوين، فول اوتر جوين، تمام. طيب لو انا جايب مثلا قايل له سيلكت، وركز معايا، سيلكت مثلا النيم والسالري والجندر مثلا، سي فور اكزامبل، والجندر دي تاني كان عندنا السيتي، صح؟ ده كله من التيتشر عادي، ومفيش ولا ريكومنديشن ولا بتاع. قبل ما اكمل اللي انا عايز اقوله، تعالى شوف لو شافت هيحصل ايه. ها الجمله دي تخيلوا لو حصلت هيحصل ايه؟ طبعا لو احنا عملنا جو، تمام، هيقول لك انا مش عارف ماتش اصلا اي حاجه. اول مشكله عندي قال لي انه في ديفرنت نمبر اوف كولومز، انت انا عايز حاجات وعايز حاجات، وبتقول لي ادمج لي مين؟ ادمج مين؟ قلت له طب نمبر اوف كولومز مختلف. قلت له طب لو النمبر اوف كولومز، تمام، لو اعتبرنا النمبر اوف كولومز ايه؟ تمام، يعني هيمشي معاك، هيمشي معاك الامر. اقول له جو، قال هيمشي معاك الامر، بس هيمشي ازاي بقى؟ من ده على ده، شويه من ايه شويه من هنا. يعني هو مثلا سمى لك نيم، حط اسماء الناس، بعد كده اسماء الاقسام، هو مش فاهم هو عمل ايه. قال لك انت عندك الاول النيم، وعندك هنا الدي نيم، انا هعتبرهم كلهم اللي اسمه نيم، يلا. عندك هنا السالري، وعندك هنا مين؟ النيم، خلاص امشيها شويه السالري، ولما يخلص السالري همشيها النيم. خد بالكم، عندي هنا الجندر، وعندي هنا السالري، اهو بص على الجندر، قال لك خلاص امشيها جندر، ولما يخلص الجندر امشيها سالري، مش مشكله. وفي الاخر هجيب لك نتيجه على بعضها، مش انت عايز مني، انا عايز تجيب لي اتحاد الاثنين مع بعض، انا عملت كده فعلا. بس هو عندي مشكله ان يكون الكولمز مش قد بعض، لكن قد بعض خلاص اخلص الجدول الاولاني الثلاثه كولومز، واقوم جايب الجدول الثلاثه كولومز اللي بعديهم حاطط تحتيه، وده صح؟ صح من ناحيه تنفيذه، مش من ناحيه اللوجيك بتاعنا. صح؟ اللوجيك بتاعنا كده غلط. لكن من ناحيه تنفيذه هو عمل الصح. جاب التيبل الاولاني وقام جامج لك وراه التيبل الثاني، وقال لك هم على بعض زي الفل، مفيش مشكله خالص. تمام؟ فخدوا بالكم من الحته دي. طيب، هرجع للي انا عايز اعمله. انا جبت النيم والسالري والجندر والتيتشر، وقمت جايبهم هم تاني، بس كنت مثلا قايل وير ان السيتي مثلا ايكوال كايرو مثلا، خلاص وعملت يونيون في النص، وقلت له جو، ايه اللي حصل؟ هتلاقي احنا ما قلناش يعرض السيتي، احنا اللي شلنا السيتي من العرض. تمام؟ قلت له روح، قام جاب لي كله. اتس اوكي، ماشي، مش مشكلة، أنا مش بتكلم في دي. هو بيقصد إيه؟ بيقصد إنه جه كله ليه؟ أيوه، ما هو أنت عندك اللي تحت بس كانوا جايبين مين؟ بتوع كايرو، لكن اللي فوق ده كان جايبه كله، فقال لك أنت هتفهم لك الكل بقى، اللي هو كل اللي جابهم الأولاني، كل اللي جابهم ليه؟ التاني. كان المفترض إن أنا آخد بالي بس من حتة واحدة بس كانت ناقصاني. مين اللي الدبلر؟ ولا واحد الدبلر؟ بص كده على النتيجة. هي عندك كام؟ 10. ليه؟ عشان في واحد ضفناه، فهم 10 اصلا دلوقتي، كانوا 9 زمان لما كنا بنجرب، كان ضفنا واحد مالوش قسم بقى 10، فهم 10 مش متدبلرين. ازاي؟ كان المفروض في ناس متدبلره، صح ولا ايه؟ ولا المفروض لا؟ كان المفروض يبقى في ناس متدبلره، بس هو بيشيل ايه الريبيتنج، لان اليونيون اصلا بيشيل الريبيت، لو تفتكروا احصائيا بيشيل اصلا الريبيت، صح ولا ايه؟ لكن عندي جمله ثانيه بدل اليونيون، كان في جمله اسمها ايه؟ بس هي بديل في ال لا، احنا ممكن نحل حل ثاني، ممكن نقول ممكن بان يتحل الموضوع. فكروا بقى كده، هات اللي هنا يكون ان هنا، تمشي الانترسكت سليمه، بس مش عايز يشتغل، بس هنا برضه مش هقول لك.
طيب بقول ايه ان دي مش عارف هتشتغل معايا ولا لا، بس نجربها الاول. اشتغلت اشتغلت. انا بس فكرت فيها كده بان، فقلت ايه سيلكت النيم والسالري والجندر والسيتي فروم التيتشر، صح كده؟ وير ان النيم والسالري والجندر والسيتي يكونوا ان الجمله الثانيه، فهو كده هيجيب لي الايه الانترسكشن ما بينهم، الحاجه اللي موجوده في الاثنين معا. بس انتوا اول مره تاخدوا ان كده، ان يبقى فيها دايما ان، احنا كنا بنقول وان فاليو بميني بليست، هنا اشتغلت معاك ليست اوف فاليو بليست ايه ليست اوف فاليوز، فبدا يقارن النيم بالسالري بالجندر بالسيتي، كلهم لازم يكونوا موجودين زي ما هم هناك في النيم والسيتي والجندر والايه والسيتي. في الحاله دي هيبدا يعمل فكره الايه الانترسكت فعلا، لانه لان لازم يكون موجود هنا وموجود هنا معا. وبالتالي لما جربنا الجمله دي، الجمله دي بالنسبه لنا اللي ايه اللي هي الانترسكت، معلش هو زعلان ليه هو الانترسكت مش فاهم. الانترسكت دي جمله عاديه ومعروفه يعني، مش مش وحتى تلاقيها في كل ال نعم اللي انا سمعت سؤالك، بس انا بفكر في حاجه ثانيه ومتضايق ان هي مش موجوده، فاهمني ازاي؟ مش موجوده يا كابتن. الانر جوين مختلف، الانر جوين معناها لازم يبقى في علاقه ربط متواجده في الاثنين. ده مش مش قصتنا خالص، لكن انا بقول ايه الجمله دي جايبه نتائج والجمله دي جايبه نتائج، عايز النتائج المشتركه بالظبط. كانت بتربط، كانت بتربط فورين كي ببرايمري كي، لازم يكون ده هنا زي هنا، كان في ربط مباشر كده على طول، كان الموضوع مختلف. تمام. طيب على العموم احنا شفنا اليونيون صح؟ طيب يونيون اول، انا جربت هي نفس الجمله بس زودت كلمه اول، هتلاقيها جابت معاك 12. ايه الفرق؟ ان يونيون اول بتجيب لك بالدبلر يعني، فانت لو جيت بصيت فهتلاقي محمود حسين جه مرتين، لانه كان موجود في الكويري الاول وكان طالع كنتيجه موجوده في الكويري الثاني، وهتلاقي سلوى جت مرتين اكيد، سلوى جت مره ايه وجت هنا مره ايه. طب ايه اللي خلاني اقول اكيد؟ لان لما قلت انترسكت هم دول الاثنين اللي طلعوا، هم دول الاثنين اللي طلعوا معايا اللي هم موجودين معايا في التو كويريز صح. فلما اقول له يونين اول هيجيب لي اكيد، لما يجي دبلر هيدبلر الاثنين اللي طلعوا معايا كانوا متكررين في الاثنين يعني، من حته الاخر اللي هم كانوا ما بين الدايرتين، فدي الدايرتين دول هيطلعوا مره مع الايه؟ مع النتيجه الاولى، ومره مع بين مع النتيجه الثانيه ثاني، فطلعوا مره معايا مرتين. واصلين فرق ما بين يونيون ويونيون اول والانترسكت عرفناها صح كده؟ طيب